شكرا الكرام، السلام عليكم، اهلا بكم في هذا العرض المسائي من السودان هذا المساء. نبدا بالعناوين. حمدوك يتعهد بتقدم اكبر في مؤشرات حريه الصحافه بالبلاد. الحكومه تقول انها لن تتهاون في تطبيق العقوبات على مخالفي حظر التجوال. القضارب تشدد على اقلاق الحدود بعد تسجيل 6 اصابات بفيروس كورونا. أهلا بكم إلى التفاصيل. تعهد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بأن يتقدم السودان أكثر في مؤشرات حرية الصحافة والتعبير، وأقر بأن التقدم الحالي لا يرضي الطموح. وقال حمدوك في تقريدة على تويتر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: يحق لنا أن نحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة، ولهذا اليوم معنى خاص لدينا في إفريقيا لارتباطه بإعلان ويندهوك التاريخي بناميبيا في 3 مايو 1991. وأضاف: نتعهد في عهد الثورة والتغيير أن تتقدم بلادنا أكثر في مؤشرات حرية الصحافة والتعبير، فالتقدم الحالي يمثل نجاحا ولكنه ليس مبلغ طموحنا. وتابع: تحية خالصة في هذا اليوم للصحفيين والإعلاميين الشرفاء في بلادنا، فالصحافة مسؤولية والقلم سلاح، يجب أن يكون في خندق الحقيقة على الدوام. رحبت وزارة الثقافة والإعلام بالتقدم الذي حققه السودان في ترتيب الدول التي تحترم الحريات الصحفية بعد أن كان يتزيل هذه القائمة سنويا. وقالت وزارة الثقافة والإعلام في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إن ذلك يشكل دافعا لمزيد من العمل من أجل تحسين أوضاع الحريات الصحفية في السودان. وقال البيان إن الاحتفال هذا العام تزامن مع الذكرى الأولى لانتصار ثورة ديسمبر المجيدة، والتي تقدم الصحفيون والصحفيات خلالها صفوف المناضلين والمناضلات، وقدموا التضحيات من أجل إسقاط نظام 30 يونيو البغيض. وذكر البيان أن الاحتفال يجيء هذا العام وبلادنا والعالم أجمع يواجهون جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ويلعب الصحفيون والصحفيات دورا مهما في التوعية بطرق الوقاية، كما يلعبون دورا كبيرا كترياق مضاد للأفكار المضللة بشأن هذا المرض أو نظريات المؤامرة التي يتداولها البعض بشأنه. دعت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الدولة لصناعة مؤسسات صحافية تقوم وهي مشبعة بقيم وأهداف الثورة السودانية. وأضافت أنه لا معنى أبدا لوجود مؤسسات صحافية وإعلامية تدين بالولاء للنظام القديم إلى جانب إعلام الثورة. وقالت الشبكة إن الحاجة أصبحت ماسة لإقامة مؤسسات صحافية وإعلامية تماثل حجم الثورة العظيمة. وحذرت من استغلال صحافة العهد البائد أجواء الحريات لتطعن الثورة في الظهر. وطالبت الشبكة المؤسسات الصحفية والإعلامية بأهمية صون حقوق الصحفيات والصحفيين وكافة العاملين في تهيئة بيئة عمل تليق بهم، بجانب منحهم مقابلا ماليا يلبي حاجاتهم ويحترم أدبيتهم. وأشارت إلى أنه لا زالت الغالبية العظمى من المؤسسات الصحفية بلا تأمين صحي، ولا يزال الناشرون يحتالون على القوانين المنظمة للعمل لهضم حقوق الصحفيين وأكل أموالهم بالباطل. ولمزيد من المعلومات ينضم إلينا عبر الهاتف وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام السيد رشيد سعيد يعقوب، وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام. مرحبا بك أستاذ رشيد. مرحبا بإذاعة الشروق، وأهنئكم بمناسبة عودتكم إلى البث بعد هذه الفترة من التوقف، وأنتهز هذه الفرصة لأهنئ كل الصحفيين والصحفيات في السودان وعلى مستوى العالم بذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة. فلا توجد صحافة بدون حرية في أي مكان في العالم، ولعل أبرز دليل على مستوى الحريات الصحفية اليوم في السودان هو أننا تقدمنا خطوات كثيرة، أكثر من 16 مركزا في القائمة الدولية للحريات الصحفية، والتي كنا نتزيلها بامتياز لأكثر من 30 عاما. كما أن تصدر أنباء اليوم العالمي لحرية الصحافة
بنشرة أخباركم اليوم هو دليل آخر على احتفاء السودانيين. نعم سيد الرشيد، يعني مرحبا بك ونود أن ندخل في الموضوع مباشرة. يعني ما رأيك في البيان الذي دعت أو ذكرته شبكة أو أعلنته شبكة الصحفيين السودانيين في بيان لها بهذه المناسبة لصناعة مؤسسة صحفية تقوم وهي يمكن مشبعة بقيم الثورة السودانية المجيدة؟ شبكة الصحفيين يعني هي أحد أعمدة هذه الثورة التي ذكرها بيان وزارة الثقافة. شبكة الصحفيين كانت من القوى الأساسية التي كانت وقود لهذه الثورة وقادتها وقادت العمل الإعلامي فيها والمعركة الإعلامية فيها، وانتصرت فيها على النظام البائد قبل أن يسقطه الشعب السوداني من على السلطة في الشارع. نحن نعتقد أن كل المطالب التي تقدمت بها شبكة الصحفيين والمجموعات الأخرى من الصحفيين هي مطالب مشروعة، هي مطالب مسموعة، هي مطالب يجب أن تجد طريقة إلى التنفيذ في إطار التشاور الواسع بين أطراف العملية الصحفية بما فيهم الناشرين وملاك الصحف. ونحن في وزارة الثقافة والإعلام نعمل حاليا في إطار الإعداد لإصدار قوانين جديدة للصحافة وللبث الإذاعي وللبث التلفزيوني ولحرية الصحافة ولحرية الوصول للمعلومات، إلى خلق أكبر تشاور ممكن مع مختلف هذه الأطراف وأخذ آرائها في الاعتبار. وقد نفذنا في هذا الإطار أكثر من 7 ورش عمل داخل الخرطوم وعدد آخر خارج العاصمة بمشاركة فئات واسعة من الصحفيين وأطراف العمل الصحفي، حتى نتوصل إلى ما يعني توافق حول القوانين الجديدة التي ستضبط العمل الصحفي وستؤمن الحريات الصحفية. نعم، إمكانية يعني يمكن الشبكة دعت لي زي ما أنت ذكرت أشياء مهمة جدا لخلق إعلام قوي وإعلام هو يواكب ثورة ديسمبر. إمكانية التنفيذ لهذه المؤشرات المهمة ويمكن أهمها تهيئة البيئة المناسبة للصحفيين والصحفيات وقبيلة الإعلاميين عموما. نحن همنا الأساسي في وزارة الإعلام وفي الحكومة الانتقالية هي أن نقوم ببناء صحافة مستقلة مهنية وقادرة على أداء دورها الوطني في إطار الأهداف التي حددها الشعب السوداني في ثورته. حقيقة الأوضاع المعيشية وأوضاع المرتبات والتأمين الصحي، كل هذه القضايا هي أحد الأركان المهمة جدا في أي قوانين قادمة لتنظيم العمل الصحفي وضبط العمل الصحفي في السودان. لابد أن تؤمن المؤسسات الصحفية للعاملين فيها، لا أقول الحد الأدنى ولكن الحد المعقول من الضمانات الاجتماعية والصحية حتى يكونوا قادرين على أداء عملهم في الصحفي الذي لا يجد وسيلة للمواصلات للوصول إلى مكان الخبر، لا يستطيع أن يغطي الخبر الصحفي الذي لا توجد لديه تأمين صحي لديه له ولأسرته أو سبل للتعليم له ولأسرته، لا يمكن أن يؤدي دوره باستقلاله ويكون عرضة للتجاذبات السياسية وغيرها. ولذلك نحن ندعم هذا التوجه من شبكة الصحفيين وهو توجه عام في إطار العمل الصحفي وسيجد طريقه في إلى التشريعات الجديدة الخاصة بالعمل التشريعات الصحفي. التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي ويمكن مخاطبة القضايا المتراكمة منذ النظام البائد، يعني تخطيطكم كوزارة للثقافة والإعلام في هذا الاتجاه. كما تعلمين نحن يعني نعمل في على 3 مستويات مختلفة في هذا الإطار. نعمل أولا على مستوى التشريعات وهي استبدال القوانين القديمة بقوانين جديدة تلائم المرحلة الجديدة وتؤمن الحريات والديمقراطية واستقلالية العمل الصحفي ومهنته، هذا جانب مهم. وفي هذا الجانب نعمل على 4 قوانين هي قانون الصحافة والمطبوعات، قانون الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، قانون البث الإذاعي والتلفزيوني، وقانون حرية الوصول للمعلومات وحماية الصحفيين. أيضا نعمل على مستوى الهياكل، لابد أن نعيد النظر في الهياكل التي كانت موجودة، مثلا المجلس القومي للصحافة والمطبوعات لا يمكن أن يقوم بنفس الدور الرقابي الذي كان يقوم به في السابق على الصحافة، لا يمكن أن يقوم بنفس الدور البوليسي الذي كان يمارسه في السابق على الصحافة، لابد أن يكون هذا المجلس مجلس محدود الصلاحيات، دوره تنظيمي وليس رقابي، دوره تنظيمي وليس
رقابي. نفس الشيء لابد أن تفتح القوانين الخاصة بالبث الإذاعي والتلفزيوني، حرية إنشاء الإذاعات والتلفزيونات والتي كانت مقيدة، وذلك الصحف والتي كانت أيضا مقيدة بقوانين النظام السابق التي كانت تمنحها فقط للمحاسيب وللمقربين وللمدعومين من أجهزة النظام وحزبه وأجهزته الأمنية. نعم، أيضا رؤيتكم فيما يتعلق بسمعة السودان عموما وسمعة البلد فيما يختص بالحريات الصحفية، وخاصة أنه كما يعني كل سنويا تأتي هي في ذيل هذه في قائمة الدول، يعني ماذا بشأن هذه الرؤية في هذا الاتجاه وتحسين عموما العمل الإعلامي؟ طبعا نحن تقدمنا يعني 16 درجة في هذا السلم الذي يضم 174 دولة، ولكن بالنسبة لنا هذا لا يكفي كما قال السيد رئيس الوزراء وكما قال بيان وزارة الثقافة. هذا التقدم حدث نتيجة للممارسة التي جاءت ما بعد الثورة والحريات التي فرضتها الثورة، ولكن نحن واعون أن أي تقدم حقيقي في هذه القوائم على مستوى الحريات الصحفية يجب أن يكون يشمل القوانين، يجب أن يشمل المؤسسات التي ترعى الصحافة، يجب أن يشمل أوضاع الصحفيين، حرية الوصول للمعلومات، كل هذه الأشياء التي تحدثت عنها عندما يتم إصلاحها وعندما يتم تقديم القوانين الجديدة والبقي في تطبيقها وإعادة هيكلة المؤسسات الصحفية وتبدأ العمل وفق القوانين الجديدة، سيكون المتاح لنا ليس فقط أن نتقدم 16 درجة ولكن أن نكون في مقدمة في 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 رب المقدمة مع الدول الكبرى، لأننا حقيقة همنا الأساسي هو أن نؤمن حرية الصحافة واستقلاليتها ومهنيتها، لأننا أيضا نثق في أن حماية الثورة وبقائها سيكون مرتبط بحرية المواطن السوداني في التعبير عن آرائه وفي وصوله إلى المعلومات. نعم، يعني أخيرا سيد الرشيد، يعني قضايا الإعلام ومواكبته للثورة، هل أنتم راضون عنه أم لا؟ وما هي يعني جهودكم في يعني تخطيط للسياسات الإعلامية التي تقود الإعلام داخل هذه المؤسسات الإعلامية؟ أولا كما تعلمين نحن ورثنا إعلاما يسيطر عليه النظام السابق وعناصره، سواء كان الإعلام المطبوع أو المسموع أو المرئي أو حتى الإلكتروني، ظلت تسيطر عليه عناصر النظام السابق. نحن ندعى بخطوات وقيدة وباحترام كامل للحريات الصحفية في تغيير هذا الواقع. إذا لاحظت الآن هناك أكثر من 6 صحف جديدة تسير في نهج الثورة وعلى خط الثورة دون أن نضطر إلى إلغاء صحف أو إلى إغلاق صحف أو إلى منع صحف بالقوانين أو بالإجراءات الإدارية. ظهرت الكثير من الصحف في هذه الأجواء الديمقراطية وهي صحف تتماشى مع روح هذه الثورة. أمامنا الآن الكثير من الطلبات في محطات الإذاعة لإنشاء محطات إذاعية ومحطات تلفزيونية أيضا تسير في نفس الاتجاه، ونعتقد أن هذا الواقع الإعلامي بما بعلاته الحالية وباستمرار سيطرة عناصر النظام السابق على أجزاء منه سيبدأ في التغيير تدريجيا، ونحن نعتقد أننا يعني بنهاية هذه الفترة الانتقالية سنكون قادرين على أن يمتلك الشعب السوداني إعلام مهني مستقل حر يعبر عن تطلعات الشعب السوداني وعن تنوعه، لأن هذا هو أيضا ما كان مفقودا في الإعلام السوداني، إعلام يعبر عن التنوع الجهوي والعرقي والديني والإثني وكل أنواع التنوع والثراء الذي يتميز به السودان. نعم، الرشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام، شكرا جزيلا لك، كنت معي عبر الهاتف. أكد مجلس الوزراء أن الحكومة لن تتهاون في التطبيق الصارم للعقوبات على كل من يخرق الأوامر ويسعى لتجاوز القوانين والإجراءات التي أعلنتها الدولة، وأنه سيتم مواجهة المخالفين بالحزم والقوة اللازمين. ونوه المجلس في بيان أصدره اليوم إلى أن الدولة قد أعلنت بكل أجهزتها حالة الطوارئ الصحية وأمرت بحظر التجول في معظم ساعات اليوم ما عدا بضع ساعات نهارا للتسوق وقضاء الحاجات الضرورية، ومنعت التجمعات لأي سبب، وهي تنوي أن تطبق ذلك بكل صرامة. وشدد البيان: لقد صدرت التعليمات لكل الأجهزة الأمنية وأجهزة تطبيق القانون بالتعامل الصارم والحاسم مع كل من يخرق هذه الأوامر، ولا تسمح بأي تجاوز للقوانين والإجراءات المعلنة، وسيتم مواجهة المخالفين بالحزم والقوة اللازمين.
أعلنت الشرطة في السودان عن تشددها في عدم السماح لأي تجمعات تحت أي ظرف أو مسمى، مؤكدة تنفيذ القانون بصرامة للحفاظ على سلامة المواطنين. ووفق بيان صادر للشرطة، فإن الخطوة تجيء تماشيا مع التدابير الوقائية المفروضة من لجنة أمن ولاية الخرطوم بناء على موجهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية والقاضية بفرض حظر التجول ومنع التجمعات وإنفاذ أمر الطوارئ الصحية. وقالت الشرطة في بيانها إنه لن يتم السماح بأي تجمعات تخالف معطيات القرار بعد التطور الخطير في خارطة الوباء بالبلاد. كشف تقرير اليومي لدائرة الصحة والسكان بولاية نهر النيل عن خلو سجلاتها من أي حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. وقال رئيس الدائرة بالولاية عبد المنعم بلة في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الصحة الولايي، قال إن مؤشرات الوضع الصحي بولايته تعتبر جيدة ولا تزال تحت السيطرة، وأشار إلى وجود 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل مركز العزل بمبنى أكاديمية العلوم الصحية شرق مدينة عطبرة. وأبان بلى أن الحالات 3 تتلقى الرعاية والعناية الصحية بشكل مباشر من الكوادر الصحية المؤهلة والمدربة والمزودة بالتجهيزات الطبية والوقائية اللازمة. وجدد بلى مناشدته للمواطنين بالالتزام بضوابط وموجهات قانون الطوارئ. الموقف الصحي في الولاية الحمد لله في خلال 24 ساعة لم تسجل أي حالة جديدة، لا اشتباه ولا حالة مؤكدة. عندنا 3 حالات أصلا كان موجبة، 3 حالات الآن تتلقى الرعاية في مركز العزل شمال شرق مدينة العبرة في حي الفردوس بكل كادرة الطبي والصحي. ونحن هنا نناشد كل مواطني ولاية نهر النيل الشرفاء إنهم بالالتزام بالضوابط والإرشادات القادمة من وزارة الصحة حتى إن شاء الله نجنب البلاد والعباد هذه المعضلة. إلى ذلك، قال رئيس دائرة الصحة والسكان بنهر النيل عبد المنعم بلة إن إغلاق المعابر على الحدود المصرية لم يمنع تسرب بعض العالقين عن طريق شبكات تهريب البشر، لافتا إلى أن قوات مكافحة التهريب تمكنت من إحباط إحدى العمليات واحتجزت 14 شخصا أخضعتهم السلطات الصحية بالولاية للحجر الصحي. المعابر مع جمهورية مصر العربية مغلقة رغم إغلاقها، هناك في تسرب وفي مسللين وفي مهربي بشر. وقبل أسبوع تقريبا عن طريق أخواننا في مكافحة التهريب ناس العقيد مجتبى ونحييهم في هذه اللحظة، والعقيد عمر تم القبض على 6 عربات وتحمل ناس مهربين من جمهورية مصر العربية. كشفت ولاية البحر الأحمر عن خلوها من فيروس كورونا المستجد على خلفية ظهور نتائج الفحص المعملي الثاني بعد الاشتباه في عدة حالات خلال الأيام الماضية. وقالت وزارة الصحة بالولاية إن حالات الاشتباه التي سجلت ببورسودان مؤخرا جاءت نتائجها سلبية، فيما تم تأكيد شفاء حالة الإصابة الوحيدة. وكانت لجنة الوبائيات بالسودان قد أعلنت عن وجود حالة اشتباه وإصابة بفيروس كورونا. وأشارت وزارة الصحة إلى أن الحالة الوحيدة التي شهدتها الولاية تم تأكيد شفائها، وإن الوزارة ستبدأ عددا من الزيارات الميدانية للمعابر ومداخل الولاية بالمحليات المختلفة للإطمئنان خلال الساعات القادمة. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في ولاية القضارف لليوم الثاني على التوالي، حيث سجلت 6 حالات مؤكدة و3 حالات وفاة لتقفز الولاية إلى المرتبة الثالثة من حيث عدد المصابين بالسودان. وشدد والي الولاية على ضرورة إغلاق الحدود الدولية لمنع المتسللين الذين تجاوز عدد من ألقت السلطات القبض عليهم 35 شخص. بين يوم وليلة غفزت ولاية القضارف إلى الموقع الثالث من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، غفزة تطلبت إعادة تنظيم الخطى، فالخطر بات محدقا مما استوجب تحركا سريعا من السلطات. ولاية القضارف للأسف الآن تحتل المرتبة الثالثة من حيث انتشار جائحة كورونا على مستوى السودان،
بعدد 6 إصابات مؤكدة ثبت معمليا بإصابتهم، منتشرين في محليتين حتى الآن. والآن القضارف نقدر نقول إحنا نتجه للطريق بتاع الانتشار المجتمعي، وهو موضوع خطير جدا مما يستدعي إنه الناس تلتزم بحذر تام وبالتزام تام بكل المحاذير الصحية الضرورية للتصدي لهذه الجائحة وهذا المرض الخطير. لكن تبقى الحدود الدولية العائق الأكبر أمام كل هذه الترتيبات، فعلى الرغم من مضاعفة العقوبة إلا أن أكثر من 35 حالة تسلل قد سجلت حتى الآن. ولاية القضارف تشارك حدود طويلة جدا، أكثر من 260 كيلومتر حدود مفتوحة على مع جارة أثيوبيا. هي جارة أثيوبيا نتشارك بإقليمين، في إقليم لا توجد إصابات ولكن إقليم في بعضه تسجل إصابات. وضعنا قانون بمنع التسلل والدخول غير الرسمي لكل العالقين القادمين من دول أعلنت الوباء، لازم هم يكونوا خارج حدود السودان حاليا في هذا الوضع الحرج جدا، يعني هو وضع حزين أكيد، لكن لازم نتخذ كل التدابير الصحية. من يضبط متسلل هناك عقوبات رادعة، يحجز أول شيء لمدة 14 يوم في الحجر الصحي للتأكد من خلو من المرض أو إصابته لا قدر الله، ويتبع بعده الإجراءات الصحية اللازمة. أيضا تكون هناك غرامة مادية كبيرة جدا، هي بمبلغ 100,000 لكل من يضبط متسلل. الآن إحنا عندنا في ولاية القضارف وصل عددهم ل 38، وده مؤشر خطير جدا بالنسبة لنا، فلازم نتخذ كل التدابير الصحية اللازمة لهم. الوعي المجتمعي عامل من أهم العوامل لمجابهة الجائحة، وهو ما استوجب عملا إعلاميا مشتركا يهدف لبث الوعي وزيادة التعريف بخطورة المرض وطرق الوقاية. الآن تضافرت الجهود للمكافحة وللمساهمة واللعب بالدور الأساسي والدور التوعوي لمواطن ولاية القضارف وخطورة هذا المرض. أتمنى أنه يا جماعة أولادنا وأهلنا يكون هنالك وعي، وهذا هو دور الإعلام. الارتفاع اليومي لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد هنا بولاية القضارف استوجب تحركا سريعا من قبل السلطات والمجتمع هنا بولاية القضارف، ليس أقلها التوعية. محمد الفاتح، شروق، ولاية القضارف.